يمكن طبيب يروح في شيء حالات خاصة يمكن يقول لهم بون فعلا دابا جربنا مثلا كاين لي تامغ اللي تستعملوا التامغ ديال الباتش ديال النيكوتين كاين لي غوم ديال النيكوتين كاين وسائل اخرى ولكن دائما تنقولوا بانه هاد السيجاره الالكترونيه تجي من بعد هادشي كله عاد يمكن الطبيب يستعمل هاد زعما يقول للمريض ديالو الله يخليك غادي يمكن دابا تستعمل هاد السيجاره الالكترونيه ونجربوها واش تعاونك تعاونك باش تقلع على ولكن حنا في التجربه ديالنا اش تنلقاو الناس تيستعملوا السيجاره الالكترونيه وتيدخنوا في نفس الوقت. إذا كان يمكن للسجائر الإلكترونية أن تساعد مدمنين عن الإقلاع على السجائر العادية، فإن ذلك لا يلغي مضاعفات صحية لتدخين هذا النوع الجديد من السجائر. ويمكن يكون إحنا مازال ما عرفناش، دابا كاين بزاف الأبحاث اللي غتقول لنا شنو في المستقبل واش كاين ضرر بهذه السجائر الإلكترونية، ما عرفناش مازال كل شيء. غالبا ما غاديش يكون ضرر بحال السجارة، ولكن يمكن من هنا من القدام يبانوا حوايج اخرين بانه هذه السيجاره الالكترونيه غادي يمكن لها دير امراض اخرى اللي مازال ما عرفناهاش.